وينضم إلينا شبكة مراسلين من نيويورك طلال الحاج، ومن مدينة هيرشي في ولاية بنسلفانيا مراسل العربية أيضا بيير غانم. أهلا بكما. أبدأ معك بيير، يعني فعليا حدثنا عن الأجواء عندك. بنسلفانيا فيها معركة ساخنة بين أوز وأيضا فيترمان. أولا، ربما يبدو لك المكان وكأنه مكان عادي وفارغ، ولكنه في الحقيقة هو مدرسة ثانوية عليا، والباب خلفي يستقبل الناخبين. في الداخل لا يحق لنا بالتصوير، ولكن أستطيع أن أجزم على أن نسبة التصويت وصلت إلى أكثر من 40% من الأشخاص المسجلين في هذا المكان. المسؤول عن قلم الاقتراع أكد لي أن هذه النسبة هي نسبة عالية إلى حد ما، ربما نصل إلى 60% بنهاية هذا اليوم. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الطرفين المعنيين بهذه الانتخابات استطاعوا تحريك الناخبين إلى حد ما، ولكن لم يستطيعوا تحريك الجماهير لتكون صفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع. طبعا استطلاعات الرأي تقول أن الأرقام متقاربة جدا بين المرشحين لمنصب مقعد مجلس الشيوخ مامت أوز وجون فترمان. ما نشاهده في مكان مثل هذا هو بالفعل هذا التنوع في الناخبين، ومن الواضح أن النصف يصوت لفترمان ونصف آخر يصوت لمامت أوز، وسوف تكون الأرقام متقاربة جدا. أنتقل إلى طلال الحاج من نيويورك. طلال، يعني كيف تسير عملية الاقتراع عندك، وماذا تقول استطلاعات الرأي حتى الساعة؟ الاستطلاعات الرأي تقول أنها متقاربة، وعملية الانتخابات سائرة على قدم وساق. محطات الاقتراع لن تغلق أبوابها إلا بعد 4 ساعات ونصف من الآن. لذلك بعد انصراف المواطنين من أعمالهم ومكاتب، إن اليوم ليس عطلة رسمية، سيتوجهون بعد الساعة 5 و6 مساء للتصويت. رأينا منهم أعدادا كبيرة هذا الصباح الساعة 6 و7 صباحا قبل ذهابهم إلى العمل، ولكن حتى هذه اللحظة لا نعرف تماما من هو المتقدم. النتيجة لن تكون مبهرة بالنسبة للديمقراطيين، مشاكلهم كثيرة، ومنها عدم شعبية الرئيس بايدن التي تتراوح شعبيته في 40%، وأيضا ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بالإضافة إلى زيادة وارتفاع معدل الجريمة هنا في هذه الولاية. أعطيك مثال، راوية هنا في مدينة نيويورك في قطارات الأنفاق بلغت نسب القتلى من الجرائم نسبة لم تبلغها لعشرات السنين. لذلك مسألة حفظ الأمن وسلامة المواطنين كانت من أكبر القضايا التي اهتم بها لي زيلدن، وهو المنافس لحاكمة الولاية على منصب حاكم هذه الولاية. طبعا حاكم الولاية هو رئيس الحكومة المحلية للولاية، قائد القوات العسكرية للولاية، تقع على كتفيها مسؤولية تطبيق قوانين الولاية، ويمكنه أو يمكنها الموافقة على القوانين التي يشرعها مشرعو الولاية أو وقفها. إذن لو فاز حتى الجمهوريين أو الجمهوريون بالكونغرس المحلي أو مجلس النواب ومجلس الشيوخ التابع للولاية المشرعين، يمكن لي زيلدن وهو جمهوري أن يوقف هذه التشريعات لأنه جمهوري، وولاء لترامب وولاء عن هذه النقطة الجمهوري. أود أن أسألك بيير طلال عن اهتمامات المواطن في بنسلفانيا، ما أولوياته؟ هل الأمن أم التضخم العالي جدا الذي وصل إلى مستويات مرتفعة منذ أكثر من 40 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أن السؤال موجه لي، شكرا.
المواطنين في هذه الولاية منقسمون بشكل كبير جدا حول هذه القضايا، كما أنهم منقسمون حزبيا. نعم. الجمهوريون سوف يصوتون مع الجمهوريين، طبعا الديمقراطيون سوف يصوتون لمصلحة الديمقراطيين، ولكن هناك نسبة عالية جدا من المستقلين وهم منقسمون حول قضيتين كبيرتين. القضية الأولى هي قضية الاقتصاد، الغلاء والتضخم، والقضية الثانية هي قضية حقوق المرأة، خصوصا عندما يتعلق الموضوع بشؤون الإجهاض. من الواضح أنك تستطيعين أن تجدي في منزل واحد رجل مع زوجته، الرجل يصوت للجمهوريين بسبب قضية الغلاء ولأنه يثق بالجمهوريين أكثر لحل مشكلة التضخم، فيما أن الزوجة والابنة سوف تصوتنا لمصلحة الديمقراطيين. الموضوع ليس على مستوى الولايات كلها، ولكن هو موضوع شخصي بالنسبة للناخبين، وهذا ما يجعل الاستطلاعات متقاربة جدا، فالانقسام كبير ليس على مستوى الشارع الأمريكي فقط، إنما أيضا على مستوى العائلة الواحدة. طلال، هناك قلق من التصويت بالبريد ووصول البريد بموعده ومخاوف من تكرار ما حصل بالانتخابات الماضية، ما هو الوضع بالنسبة لهذه النقطة تحديدا عندك؟ نعم راوي، أثرتي نقطة مهمة جدا. في ولاية نيويورك لم تشهد حتى هذه اللحظة أي قضايا قضائية في المحاكم حول البريد ولا اتهامات بالتزوير. 25% من الناخبين الأمريكيين يقدمون أو يصوتون بريديا، لذلك لن تظهر هذه النتائج الليلة. 25% عدد كبير، 13 مليون ومئة ألف ناخب في هذه الولاية ديمقراطي أو جمهوري، ولكن 25% منهم صوتوا بريديا، 1.5 مليون منهم صوت أيضا مبكرا. هذه لن تفرز وفقا لقوانين هذه الولاية إلا بعد إغلاق مراكز الاقتراع الساعة 9 هذا المساء، الساعة 2 صباحا بتوقيت غرينتش، ولذا لن نكتشف من هو الفائز. نعم. أو ربما اليوم أو ليومين، ولكن هناك أهمية كبيرة يعطوها لمنصب حاكم الولاية ولمنصب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذي يواجه تنافسية كبيرة من مرشح جمهوري هنا في ولأول مرة، وذلك بسبب عدم رضا الأغلبية من المواطنين على سياسة الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن. أختم معك بيير لأسألك عن بنسلفانيا، هل يمكن أن تتأخر النتائج بالظهور، وما أهمية السيطرة على هذه الولاية بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين باختصار لو سمحت؟ أولا، عملية الفرز سوف تبدأ عند الساعة 8 بالتوقيت المحلي عندما ينتهي الاقتراع، ليس بحسب القانون من حق الصناديق أن تفتح وأن تبدأ عملية الفرز حتى بالنسبة للأصوات البريدية، لا يبدأ العد إلا عندما تنتهي عملية الاقتراع في هذا اليوم. أهمية هذا الموضوع بالنسبة لانتخابات بنسلفانيا هو أن التصويت يقوم على مركز عضو في مجلس الشيوخ. العضو الحالي الذي لا يريد أن يخوض الانتخابات ويجدد لنفسه هو جمهوري، ولو تمكن الديمقراطيون من أخذ هذا المقعد سيكون ذلك انتصارا كبيرا ومؤشرا على تغير رجعي بالنسبة للولاية، فبعدما ذهبت إلى الجمهوريين تعود الآن إلى الديمقراطيين. شكرا جزيلا لكما، إذن من نيويورك مراسل العربية طلال الحاج، وأيضا من مدينة هيرشي في ولاية بنسلفانيا بيير غانم، شكرا لكم.